نعم شيخ تفضل. الشيخ أحمد رحمه الله، رحمه الله. نعم وفر الله. معي أصبح كأنه يناجيني بهذه المسائل العقدية أحيانا. نعم. مثلا في أوائل ملازمتي له ما كنا ما أتحدث معه في هذا، ولا يدور الحديث في هذه المسائل العقدية. نعم. لأن الشيخ أطوارا في المدينة. نعم. لكنه في الطور الأخير أخيرا كان يسألني، يقول لي يا عبد الرحمن ماذا يقولون في هذا في مسألة عقدية مثلا كالتفويض مثلا باب المثال جرى بيننا من الكلام في هذا، فقال ماذا يقولون في التفويض. هو دائما الشيخ يأتيك بألفاظ مجملة، التفويض، الجهة، كذا. نعم. كل حال جاء بمثل هذا، فقلت التفويض يكون في الكيف لا في المعنى، في أسماء الله وصفاته. نعم. الكيفية اتصاف الله بهذه الصفات وما أشبه ذلك ما يمكننا أن نعرفه، لكن المعنى من هذه الصفة هذا نعرفه عن طريق اللغة، لكن نثبت حقيقة معنى هذه اللفظة، لكن ما نكيف مثلا، لأن ما نستطيع هذا المخ ما أقول ما لا يمكن، لا يمكن أن ندرك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فكيف نتكيف، فكيف نكيف؟ التكييف ينبني على الإدراك. إذا كنت لا تدرك تكيف؟ لا تكيف. نعم. أنا أقول له هذا. نعم. فيقول المعروف عندنا عندهم في العقيدة الأشعرية التفويض في الكيفية والمعنى. نعم. فأنا قلت لا، لا ليس هكذا التفويض لأهل السنة والجماعة، فكان هذا يدور بيننا، ولذلك شيء خضع لي خضوعا الله أقول الحمد لله، لكن أنا حاولت معه أن يعتنق عقيدة أهل السنة واستطاع. ففي هذا في مسألة التفويض أنا قلت له التفويض ما هذا؟ إذا أردت أنك سألتني ماذا يقولون فيه، فإذا أردت أن تقف على قولهم فيه أتيتك بكتاب حتى تقف عليه. نعم. فقال نعم، فلما قال نعم فرحت جدا لأني أعرف أن هذه الكتب لأهل السنة واجد عنده ككتب ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من هؤلاء المتقدمين، ابن جرير الطبري وما شابه، لا ما يوجد عنده. نعم. فعمدت إلى مجموع الفتاوى لعله الجزء العاشر حيث فيه كلام، حيث يوجد كلام الشيخ الإسلام على التفويض. نعم. فجيت إليه ما شاء الله مجموع الفتاوى، طالما دخلت عليه كان هو حساس، لكن بالنسبة لي عنده أمان بيني وبين أصبح يؤمن هكذا. نعم. أيوه. فقال لي لما جيت بالكتاب قبل أن أفتح له الكتاب قال لي لمن هذا الكتاب؟ فقلت الشيخ الإسلام ابن تيمية. فلما قلت هذا ما 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 رد، فأعطيته له بعدما فتحت له الصفحة، فأخذ الكتاب، وأخذه لهذا الكتاب حلم عندي. السلام. هو الواقع ما عنده هذا الكتاب. رأيت. فقرأ كلام ابن تيمية يمكن صفحتين، وأنا والله الله أشهد كنت فرحان جدا، قلت هذا هو ما يفعل هذا. فقرأ إلى نهاية كلام الشيخ الإسلام ثم أيوة ثم أطبقه وأعطاني وهز رأسه كذا. أنا ما فسرت لماذا هز رأسه، قلت الحمد لله قرأت. نعم. خطوة. أيوة خطوة. لعلك زعزعت العقيدة التي كان عليها. هو في الحقيقة خضع لي أخيرا. نعم. فهكذا، لأنه ما يريد مثل هذه الكتب، شو أخذ منه وقرأ. حتى أضواء البيان قال لي يوما، كانت عندي بمناسبة تأتي مثل هذا، يأتي مثل هذا الكلام، فقال كانت عندي أجزاء من أضواء البيان فوزعتها كلها. الله المستعان. قلت لماذا وزعتها؟ فقال لي أن الشيخ الأمين يكفر الأشاعرة. قلت كلا، الشيخ الأمين ما يكفر، التكفير ليس بالعين، يكفر الأشاعرة. فلما قلت له هذا كأنه انتبه، فقال لي إذن هو
يقولهم ضلال. نعم. ضالون. فقلت نعم. الضلال أعم لكم. لكن يقول هذا. نعم التكفير. نعم التكفير فلا. فرجع والله. نعم. شوف هكذا كم من مواقف حصلت له مثل هذه، حصلت مني له مثل هذه المناقشة، وبعد ذلك يترك يسرد مواقف. نعم. فهو لأنه لا يريد الكتب هذه، ما يريد كتب هذه السنة كذا. فيوما قال لي يا عبد الرحمن كيف طلبة العلم هنا؟ قلت ماذا فيه؟ قال بعضهم جاني قال لي أريد أن أقرأ عليك في العربية. فقلت تعال. فهو لما بدأ يوم يومين بعد يوم يومين أو ثلاث جاءني بكتاب وقال هدية لك. شوف طريقة الطلاب أيضا. أيوة كتاب هدية. فهو سأله الشيخ قال ما اسم هذا الكتاب؟ فقال له الطالب العلو للعلي الغفار. نعم. فلما قال له اسم الكتاب قال لا ما ابغى ما ابغى. شفت شوف شوف واقل شيء خلي يحبك يا شيخ، خلي يحبك ويستانس فيك تستجده. ايوه ها وان كان على الاشياء هذه حاول أن تستجلبه لتنفعه أو كذا. صحيح. رأيت. الحمد لله. هذه أخبار للشيخ أحمد رحمه الله. شفت ثانية.